هو احنا فين؟ ما تيجي نمشي من هنا؟ انا حسن والد اخوك يا عمتي، مش عارفاني. تعالي يا عمتي، تعالي يا حبيبتي، ما تخافيش انا همشي. لا لا، ما تسيبينيش ما تسيبينيش. ليه تبقى بنت اخوكي؟ ما تخافيش. لا يا عمتي، لا ما تمشيش. عمتي انا ريتالي يا عمتي بنت عبد الله، مش فاكراني؟ ما تخافيش. خليكي يا مفيدة، عايزاكي. تعالي تعالي يا عمتي. مالك يا عمتي، في ايه؟ دماغي. يا مصارين يا الحمد لله، بقيتي زي الفل الحمد لله. كنت عايزه تسميني ليه؟ انت كنت عايزه تقتليني. وانت ايه يا ساتر عليكي؟ ما بتتهديش؟ الله، اتهدي بقى. انت حطيتي لي سم في الفطيره اللي جبتيها لي، قولي. انا ما حطيتش حاجه، انت اللي معدتك بايظه وخربانه. نعمل لك ايه؟ انا ذنبي ايه بقى؟ اها، انت ما سميتنيش يعني؟ يو، هسمك ازاي بس يا جبريه؟ انا يا اختي مش واكله من الفطير معاكي، يعني انا لو كنت حاطه في الفطير سم كان زماني اتسممت معاكي ومت جنب منك. معلش يا اختي، حقك عليا، انا يا اختي من الوجع اللي فيا يمكن بخرف ولا حاجه. عادتك ولا حق بيها من بره، ما انت على طول كده. ها؟ قولي لي، فيش اخبار عن فوزيه؟ اسكتي يا اختي، ده انا طول الليل ما بنامش عشانها. وعينيا بتنزل بدل الدموع دم. طب تصدقيني انا كنت هنزل ادور عليها بنفسي. امال ايه يا جبريه؟ دي فوزيه اخت عبد الله وعبد الحكيم، يعني حته مننا، دي كبدنا يا عينيا. عندك حق يا اختي صادقه، يا اختي صادقه، والله شايله هم الكل انت يا كريمه، كان الله في عونك. بس يا اختي الحمد لله انك كنت جاري لما انا تعبت، ربنا يخليكي ليا يا اختي. انت كنت شاكه فيا، الحمد لله على السلامه. الحمد لله، ربنا يخليكي يا اختي. مش لاقينه عمتي؟ امتى وفين؟ حسن كلم مروان وقال له ان هي عنده في البيت. طب الحمد لله الحمد لله. استني عايزاكي. عاوزاني في ايه؟ عايزه اتكلم معاكي. ما عادش في كلام بيني وبينك، ولو فاكره ان انا جبت فوزيه لحد هنا عشان اشوف حسن تبقى غلطانه. انا خلاص ما عاوزاش حاجه من العيله دي، ولا عاوز اعرف حد فيهم. كدابه يا مفيد، كل اللي قلتيه واللي بتعمليه بيقول غير كده، بيقول ان انت بتحبي حسن لسه وعمرك ما هتنسيه. دخلتي جواياك. أنا مش عبيطة يا مفيدة، وفهماكي كويس أوي. فاهمة إيه؟ اتكلمي، هاتي اللي عندك. هاتي أنت اللي عندك. ناوية على إيه؟ أنا مش ناوية على حاجة يا ريتال. كان ممكن أسيبها تلف في الشوارع كيف المخبولة. كان ممكن أقول ده انتقام ربنا وحاجة جالي الحد عندي. بس أنا قلت لها دي مهما كبت تقصول وملهاش في البهدلة. قلبك حنين أوي يا مفيدة والله. قلبي ضعيف بيسدك. ومشي ومشيت وراه، ودي كانت المصيبه اللي انا عملتها. انا في الاول والاخر مقطوعه، لا ليا اب ولا ام ولا عائله تسند عليها، انما انتي من عائله عبد الحكيم كبير البلد، وهيفضل هو كبير البلد. اللي بقول لك عليه ده نعمه من عند ربنا، اداكم سيره هي اللي بتحميكم لحد دلوقتي. وحسن مهما كان مش هيقدر ياذيكي ولا يبيعك. عارفه ليه؟ عشان انتي بنت عمه من دمه، يصعب عليه يبيعك. ممكن يتخانق معاكي، يكسى عليكي، انما يبيعك لا. يعني انتي عايزه تفهميني انك كرهتي حسن خلاص؟ ولا عمري اكرهه، ده بولدي، حته مني، اغلى من نفسي ومن عيني. وبما ان انتي مش هتكرهيه وهتفضلي تحبيه، اخرك ايه يا مفيده؟ اتكلمي يا مفيده، ساكته ليه؟ وانا اقدر اقول ايه؟ اؤمريني ايه اللي مطلوب مني وانا اعمله. بس انا عاوز اطمنك، حسن خلاص شال مفيده من دماغه.
وانا عارفه ان حسن مستحيل يرجعك بعد اللي حصل، بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا مفيد. انا اكتر واحده فاهم حسن واعرف هو بيفكر في ايه. طب ما تعرفيني. هتفضلي ام ابنه يا مفيد، وهيفضل يجري وراكي كل ما تقولي له يا حسن هيجري وراكي على طول. حسن ممكن يقسى على مروان بس قلبه بيحبه، حسن ممكن يقف قدام كبرية بس عمره ما هينسى ان هي امه، حسن ممكن يطلق مفيدة بس هيفضل طول الوقت حاسس بالذنب من ناحيتها. رايحة فين؟ كلميني زي ما بكلمك. رايحة اشوف هعمل ايه؟ اللي زي ما تعرفش بكرة مخبلها ايه؟ وحسن اللي بتقولي عليه تعرفيه اكتر من نفسك، انتي ما تعرفيش عنه حاجة يا ريتال. وايه بقى يا مفيدة اللي انا ما اعرفوش عن حسن؟ حسن طيب ما بيكرهش، عشان كده اللي بيدوس عليه عمره ما يسامح ابدا، يدوس على قلبه. لكن ممكن يسامح، يسامح ريتال عشان بنت عمه، يشيلها فوق راسه عشان من دمه، انما مفيدة ولا تسوى. خليكي لحد ما فوزية تبقى كويسة. ايه؟ عاوزة انا اقعد اخدمك انت وهي وحسن ولا ايه؟ مش عايزة تشوفي ابنك يا مفيدة. ساكتة ليه؟ انت حرام عليكي. انا حاسب بيكي يا مفيدة، حاسب باللي انت كنت حاسة بيه، الوجع اللي جواكي عاشش في قلبي مش هيطلع منه ولا حتى بعد 100 سنة. على الأقل يا مفيدة انت عارفة ابنك فين؟ عايش مع سته في حضنها، في أي وقت ممكن تشوفيه أو تلمحيه. لكن أنا لأ، أنا عبد الله راح مني. عارفة يا مفيدة، ساعات كتير قوي بحسدك، يا ريتني كنت مكانك يا مفيدة ولا ابني راح مني. أنا شربت من نفس الكاس وطعم المرار في بقي ومش هيروح منه أبدا. هروح أجيب لك ابنك واجي. أخبارها إيه؟ مريحة في أوضتي. أجيب لها دكتور؟ لا، ممكن تبقى كويسة إن شاء الله. بقول لك يا حسن، أنا هروح أجيب عبد الحكيم. ليه؟ مفيدة عايزة تشوفه هنا يا حسن تحت عينينا، هتاخده في حضنها حتى لو آخر